ولا غيري. ثم شيء كبير يعني من المشاكل، تأهيل الفريق، ربط الأبطال، تأهيل الملعب، خطايا بالجملة لابد باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. أنا تحملت مسؤوليتي، إن شاء الله جمهورنا العريض يكون راضي على الشيء اللي عملناه، والباقي للحديث بقية. خلينا نجم نقول سي عثمان باش يكون موجود العام الجاي، على الأقل أعطينا تضمينات حتى للناس. والله شوف قلت لك فما شيء نقدر عليه وفما شيء ما نقدرش عليه وحدي. أنا في معناها الحالة الصحية وفي الحالة معناها بالنسبة للجاي ما زلت ما خطش فيه، لأنه معناها أنا واعي لمشاكله برشا، مشاكل كبيرة كما قلت، شيء نقدر عليه وشيء ما نقدرش عليه. و بالنسبة لي يعني عقدت العزم مع مجموعة من المسيرين واللاعبين القدامى والمسيرين القدامى باش عملنا عملية الإنقاذ هذه اللي انتهت اليوم بالتتويج هذا، ما يعني نجم انتهت. بالنسبة لي أنا قمت بأقصى الجهود اللي يعرفها الناس واللي ما تعرفهاش واللي ثلاثين جوان انتهت الميسيون. معناها الترم ميسيون بالسوري معناها مش مأمورية، ميسيون معناها. قلت إن شاء الله جمهور النجم يكون راضي على الشيء اللي عملناه، أما من غدوة راهو فما مشاكل أخرى ماهيش سهلة صعيبة وكهو، لابد باش تتضافر جهود الناس كل، والناس كل تتحمل مسؤوليتها، الناس كل تتحمل مسؤوليتها. ما فما حوايج خطينا ما نجموش وما نحبش نحكي، معناها نحبش نحكي عام كامل. يعني خلينا اليوم معناها نفرح، ولكن التقييم متاعي معناها أكثر واحد يعرف اليوم في القريب العاجل اللي مش يواجه النجم، فهمتني؟ لابد كل واحد يتحمل قسط من المسؤولية.